يا عزيزة بالجيزة واسمك بين كل البلاد، ارفع الراس يا جوهرة أرض بلادي، يا حاضنة كل الطوائف والأجناس، يا أول خط الصعيد، يا بداية الحكاية، يا حجر الأساس. حار. مساء الخير يا ريس. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت منين يا أحمد؟ من شيخ البكاري. اسمي كريم. حمزة عمر حمزة درويش. عايشين ازاي؟ عايشين احسن عيشه. الجيزه محافظه الجيزه بناكل وبنشرب وربنا يخلي، والعيش مال الارض وكل حاجه حلوه. شغال زارع انت؟ زارعين، واخد ارض بالايجار وزارعها. ربنا عن جد. ربنا عن جد. معك يا عيال؟ معي ثلاثه. متعلمين ولا وبنتين بيفلحوا؟ متعلمين ولا بيفلحوا؟ لا، واحد بيبيض وواحد وواحد بيشيل شويه كرنب شويه حاجه شويه خس خضار يعني، وانا عندي ياموسه وبسرح بها. احكي لنا عن العيشه هنا عامله ازاي في الجيزه، الافراح عندكم هتبقى ازاي؟ والله احنا عندنا الافراح كل واحد بيعمل على قد على قده. ايوه، بتكون عامله ازاي؟ ايه الفرح؟ بتجيبوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بيجي الناس المبسوطه بتجيب صوان، والناس اللي على قدها اللي زي حالتنا بيجوزوا كده زرداحة. في المعازي برضو بتبقى ازاي؟ وفي المعازي برضو الحالة بتطلع من الجامعة تروح الفيوم، تروح اكتوبر. هي ليلة واحدة بس. ليلة واحدة؟ في حاجة اسمها الطلعة والسابع ولا؟ لا، الناس بتطلع اول يعني بيروحوا الجبل يعني بعد جمعتين كده يغرم ويدفعهم حياة للتراب وخلاص على كده. تعرف فيك يا اخي. تفضل. معك يحيى محمد عبد الحفيظ ان شاء الله. شغال يحيى؟ شغال مزارع وشغال حر ان شاء الله. انت من الجيزاوي؟ من الجيزه ان شاء الله، من شيت البكري. تعرف الجيزه دي سموها ليه الجيزه ولا؟ والله احنا طلعنا ابنا عن جدا، هي لقبها الجيزه. وانت من حاج ما تعرفش الجيزه دي سموها ليه الجيزه؟ احنا بنسمع على زمان على الجيزه والجياره والمنيل والمقياس والروضه والمسارح دي كلها بنسمع عليها وخلاص. تعرف اهم مشاهير الجيزه؟ يعني الجيزه طلعت من ابنائها لعيبه كوره، ممثلين، ولا فيها ده وده؟ تعرف حد منهم من ابناء الجيزه؟ حد ما اشهر واحد الوقت في الحاضر بتاعنا زواد ابو العينين مثلا. ابو العينين؟ رجل من رجال الاعمال، ورجل اسمه عالم يعني. العادات والتقاليد هنا عندكم عامله ازاي؟ والله كل بلد لها سبره وتختلف عن بعضها. يعني انت كانك حياه ريف، الريف غير المدن. المدن له طبعه والريف له طبعه. ناهية دي ولا كرداسة؟ دي منشيد البكاري وجنبها ناهية وكرداسة. دي منشيد البكاري ان شاء الله. صفت هنا اهي صفت. كل مدينة بتختلف عن الثانية؟ طبعا طبعا. لا، كل عاداتها مختلفة، الا الريف هو كله موحد في العقاد والتقاليد. عم الحاج، في الجيزة، مدينة الجيزة نفسية تختلف عن الأرياف؟ الأرياف فيها فلاحين، إنما الجيزة ما فيهاش فلاحين، فيها ناس موظفة وناس في شركات وكل واحد عارف له بيدعس على العيش بس كده. هنا في الجيزة الناس عاملة إيه مع بعضها؟ ما أنا ما نعرفش عن لا، كلمنا على الحياة هنا في الجيزة عاملة إزاي؟ ناس عايشة حابة بعضها، كارهة بعضها؟ لا والله، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أي مطرح فيه ناس حلوة وناس وحشة، أي مطرح فيه الناس الحلوة والناس الوحشة، وكل واحد في حاله. بس تحب تقول حاجة تعرف الناس لو في حد ما يعرفش مدينة الجيزة أو محافظة الجيزة، تقول له مين أنت على الجيزة؟ أقول له الجيزة والله أنا بسمع عليها من زمان. أنت عايش فيها يا عم الحاج؟ لا، أنا عايش في المنشية مش في الجيزة. أيوة، المنشية دي مش متبع، بس إحنا تبع الجيزة يعني. كلمنا عن البطاقة تبع الجيزة. المنشية أي حد ما يعرفش المنشية البكاري تقول له ازاي؟ قول له يعني، قول له يعني في ناس بكاري. في ناس من المنشية عارفين اللي في المنشية، واللي في الجيزة عارف اللي في الجيزة. بس أبو أنت يا أستاذنا؟ والله صل على النبي. هو الوقت كله زي ما قلت لحضرتك إنه كل مكان بالمناخ اللي هو فيه. أنا كمنشية البكاري مثلا داريف، ففي هنا صلة ترابط بين الأسر، في روح طيبة بين المجتمع بعضه، في حب، في تآلف كده يعني. ولا دي العادة الطبيعية يعني، إن في وقت الدور في غداء في تجمع مع بعضهم،
كلكم على واحدة من حلقة. كلنا يعني عيلتنا عيلة الدلوشة. كلكم فيه تقعدوا وجاهدين. بنقعد ناكل مع بعضينا ونشرب شيء مع بعضينا وكل واحد يروح يسلم مثل حاله. الله يحش برسيم ولا يروح بعينه ولا يحرس ولا يعزف ولا يسكن. وجه كلمة كده للشعب المصري. الشعب المصري أحسن شعب. أحسن شعب مصري. والله. في الصعيد الجواني حكم ومعاني وحكاوي من زمان وحشاني. خلوكم معانا وتابعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج الصعيد الجواني، وياريت ما تنسوش تدعمونا وتعملوا مشاركة لقناتنا على اليوتيوب باسم برنامج الصعيد الجواني بهاء العمدة.